الرياض كي جي ون مراجعة على الأرقام. يلا نراجع مع بعض. أول رقم رقم، الرقم التالي الواحد اتنين، الرقم التالي الاتنين تلاتة، الرقم التالي التلاتة أربعة، الرقم التالي الأربعة خمسة، الرقم التالي الخمسة ستة، الرقم التالي الستة سبعة، الرقم التالي سبعة تمانية، الرقم التالي تمانية تسعة، الرقم التالي تسعة عشرة، الرقم التالي العشرة حداشر، الرقم التالي الحداشر اتناشر. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. هناخد النهاردة مع بعض رقم 13، تلاتة وراها واحد 13، يلا نكتبها مع بعض. تلاتة وراها واحد 13، تلاتة وراها واحد 13. برافو عليكم. عدوا معايا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. تلاتة وراها واحد 13. نتبع النقاط لكتاب العدد 13. يلا كل يقوم معايا، نص دايرة ونص دايرة وانزل بالعصاية. تلاتة وراها واحد 13، يبقى تلاتة وراها واحد 13. سل العدد بالصورة، عدوا معايا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. تلاتة وراها واحد 13، وهنوصلها بالصورة. عدوا معايا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهنجري نوصلها الرقم 5. الرقم التالي، الرقم التالي الاتناشر 13، تلاتة وراها واحد 13، الرقم التالي الأربعة خمسة، الرقم التالي عشرة 11. اكتب الرقم السابق. ايه الرقم الذي يسبق رقم 13؟ اللي هو نص دايرة ونص دايرة وانزل بالعصاية. تلاتة وراها واحد 13. ايه الرقم الذي يسبقه؟ برافو عليكم، 12. اتنين وراها واحد 12. ايه الرقم الذي يسبق رقم 10؟ تسعة. برافو عليكم. الرقم الذي يسبق رقم 12؟ 11. واحد وراها واحد 11. الرقم الذي يسبق رقم 4؟ ثلاثة. يلا نظل المطلوب، مطلوب 13. يلا نظلل مع بعض. عدوا معايا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. يلا نظلل مع بعض. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يلا نعد مع بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة
11 12 13 3 وراها 1 13. أكمل بالترتيب. يلا كلنا نعد مع بعض. أول رقم هنا رقم 1، كلكم شطار. الرقم التالي 1 2، الرقم التالي 2 3، الرقم التالي 3 4، الرقم التالي 4 5، الرقم التالي 5 6، الرقم التالي 6 7، الرقم التالي 7 8، الرقم التالي 8 9، الرقم التالي 9 10، الرقم التالي 10 11، 1 1 11، الرقم التالي 12 2 وراها 1 12، الرقم التالي 12 13، 3 وراها 1 13. لو انت عرفت الرقم الذي يتطابق مع عدد الأشياء، يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هنلون 5؟ لا، هنلون رقم 13. برافو عليكو، عشان ده الرقم المطابق لعدد الأشياء اللي عدناها. مع تحيات مدارس المعارف.